صباح الخير يا صبايا، صباح الخير يا شباب، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج كنوز مصرية. الحقيقة وحشتوني جدا، كلمة مش مجرد إن أنا بقولها، بالعكس هي حقيقة. وحشني إن أنا أتكلم معاك وأصبح عليكم وكمان أستفيد منكم وتستفيدوا من معلوماتي. حلقة النهاردة عن هوس طالع ترند الفترة اللي فاتت دي كلها، لعبة اتشارلي. هي الحقيقة مش أول لعبة الناس بتتكلم عنها، كان من فترة لعبة الحوت الأزرق وسببت وفاة لطلاب كتير قوي والناس كتير قوي. لعبة تشارلي المشكلة ان مش بنات أنسات بيلعبوها بس، لا كمان أطفال، أطفال في سن 10 سنين وثمان سنين، ثالثة ابتدائي ورابعة ابتدائي. حصل قصة من 10 أيام، طفلة لعبتها في المدرسة مع زميلتها، طفلة 9 سنوات، ونزلت الحمام وأغمى عليها وعضت إيدها وتنادي على تشارلي. حذروا أولادكم، بلاش التليفونات الأطفال يمسكوها، ولو مسكوا أخدوا التليفونات يذاكروا عليها كون جنبها، لأن لعبة تشارلي منشورة بطريقة فظيعة. حصل حادثة الأسبوع اللي فات في إمبابة، طلاب جامعة اتوفوا. فاللعبة دي عبارة عن هوس زي الحوت الأزرق. معانا الطفلة اللي حصل معاها الزميلة اللي حصل معاها المشكلة، مشكلة لعبة تشارلي طبعا، هندخلها معانا وتحكي اللي حصل معاها في المدرسة، وكمان بيحصل بقى عقد نفسية وخوف وأحلام الأطفال اللي هم بيحصل معاهم الحادثة، وكمان زمايلهم اللي معاهم في الفصل. لازم ننبه على اولادنا وبلاش التليفونات اللمس الاطفال تمسكها. عايزه اطمئن على ابني في المدرسه، مفيش مانع ان انا ادي ابني التليفون، بس التليفون من التليفونات الصغيره اللي انا اطمئن على ابني ومفيش اي ضرر. التليفون جاهز ولا لسه؟ ملك. طيب ملك معانا على التليفون، ازيك يا ملك؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا حبيبتي ونفسيتك عامله ايه الاول؟ الحمد لله. طيب ممكن تحكي لي ايه اللي حصل مع زميلتك اثناء اليوم الدراسي في لعبه تشارلي؟ انا وصاحبتي كنا نازلين الحمام، انا دخلت الحمام. لا، ايه اللي حصل الاول قبل ما تدخلوا الحمام؟ ايه اللي حصل مع زميلتك؟ هي لعبه تشارلي صح ولو هي واحده معاها، تمام، فهي اللي كسبت في نو. فلازم لما تخلص اللعبة لازم تدخل الحمام. فدخلت الحمام، انا دخلت الحمام وخلاص، هي خرجت، هي دخلت، لما خرجت لقيتها وشها احمر وعرقت واغمت على الوعي وايديها اختفت. وايديها اختفت؟ اه. وبعدين جيت نزلت المستر، جه مش لقيناها، لقيناها جنب الحمام، عمال تعض ايدها وتقول عايزه العب شويه تاني. تعض ايدها؟ تعض ايدها قوي. وبعدين لما الدرجات دي خلتها تعمل دم، خد دم. وتقول عايزه العب لعبه تشارلي، عايزه العب لعبه تشارلي. طب والمستر فين؟ الاساتذه فين؟ الأساتذة خايفين، مش عارفين يهربوا منها؟ كل شوية تعمل كده. كده في سنة ايه الطفلة دي؟ انتوا في سنة ايه يا ملك؟ سنة رابعة. رابعة ابتدائي. تمام. وبعدين يا حبيبتي؟ قعدت تعمل كده وكل شوية تقع وتقوم. بس كده؟ طب الطفلة دي راحت، انت رحتي المدرسة تاني بعد اللي حصل ده؟ لا. طيب يا حبيبتي بشكرك يا ملك، شكرا. يا جماعة دي اللي بتكلم فيه، طفلة شافت اللعبة على موبايل مامتها من الترندات اللي نازلة على الفيسبوك وجربتها. طفلة حبت انها تجربها، لان احنا سمحنا للاطفال ان هم يشوفوا اللعبة دي او يمسكوا الموبايل، سببت في رهبة وخوف لزمايلها. فين الرقابة من البيت؟ مش هقول من المدرسة أول حاجة، أنا بتكلم من البيت، الرقابة على الطفل من البيت. أنا لو مش مدي ابني تليفون
هقول له في لعبة نازلة وزمايلك بيلعبوها، ممنوع انك تقرب منهم، ممنوع انك تلعب معاهم، ولو شفت حد كده معاك في المدرسة بلغ المدرس بتاعك. أبسط الحلول خالص، بلغ المدرس كوعي للطفل. لكن طفلة في رابعة ابتدائي يعني بتكلم في 10 سنين بتلعب لعبة تشارلي وتعض ايدها ويحصل معاها اللي حصل ده، اللعبة عبارة عن سحر، سحر شعوذة كلام فارغ. احنا الهدف من حلقتنا ان احنا نوعي الاطفال اولياء الامور، وكمان نتكلم عن الاطفال اللي شافت المنظر، مش لعبته بس شافت اللي حصل، عندهم خوف ورهبة، بطلوا او وقفوا ان هم يروحوا المدرسة تاني خوفا ان هم يدخلوا الحمام يحصل لهم اللي حصل لزميلتهم. طفلة زي دي شافت زميلتها وقع على الارض وايديها مختفية. هنستشير الكلام ده مع دكتور نفسي يقول لنا ايه الحل، ولو ان احنا مش محتاجين يعني دكتور يقول لنا، كل ام دكتورة على اولادها، كل ام رقيبة كافي على اولادها، ان هي توعي طفلها او بنتها وتتكلم معاها بشكل كافي جدا. لان لعبة الحوت الازرق كانت من فترة وناس كتير قوي حصل لها الموقف ده، وناس كتير قوي تأذت من الموضوع ده وكانت وعي للناس. ادي كمان في نفس السنة قبل ما نختم السنة 22 ونبدأ في سنة 23 لعبة تشارلي. المشكلة ان هي بيلعبوها اطفال كمان مش كبار. هيدخل معانا حالا الدكتور طارق الياس استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. اهلا اهلا وسهلا، وكل سنة وانت طيبة وكل فريق العمل معاك. وحضرتك بخير وصحة وسنة سعيدة عليك وعلى أمة محمد. قول لنا يا دكتور، اكيد سمعت عن الترند او لعبة تشارلي. الو سامعني يا دكتور؟ اه طب معاك. هي امتداد لمجموعه من الالعاب الشاذه اللي عملها مجموعه من الناس ما نقدرش نعرف تكوينهم النفسي وهم بيكونوا اللعبه دي. فهي العاب بتتحدى العقليه الطبيعيه، يعني هي بتكون قريبه جدا من اللي عنده مشكله، اللي عنده حاله اكتئاب، اللي عنده احساس بعزله. فلما اللعبه دي بيدمنها بيلاقي فيها منفذ يطلع فيه غضبه، يطلع فيه الشيء اللي مضايقه، فبتأثر فيه في النهاية ممكن تؤدي بعد كده إلى أنه يفقد حياته، ينتحر. لا يا دكتور، أنت حضرتك بتتكلم كده، ما تقريبا 50% عندهم اكتئاب و50% عندهم مشاكل في بيوتهم وصحية وجسدية وكل ده، هيتجه للعبة تشارلي. طيب الأطفال الصغيرة اللي في رابعة وتانية وتالتة ابتدائي لسه ولا في مشاكل نفسية ولا جسدية ولا أسرية ولا أي حاجة، إزاي الطفل يتجه للعبة تشارلي؟ الاتجاه ده ملوش علاقة بسن، ما دي هواية عايزة أجربها، أنا شفت ناس بيجربوها فأنا عايزة أعمل زيهم. حب استطلاع ده أولا. حب استطلاع بالظبط. الضعيف نفسيا، خدي بالك حضرتك اتحرك في مكان بس في شبكه عشان صوتك يكون واضح للساده المشاهدين. الضعف نفسيه الطفل ممكن يؤدي لده. ليه بقى؟ لانه ما بيبقاش محدد هو عاوز ايه من اللعبه اصلا. هل هي مجرد لعبه للتسليه ولا بيطلع فيها احساس معين جواه؟ هي دي المشكله. طب ممكن يطلع لي تشارلي ده يحقق لي كل امنياتي. ده شكل من اشكال ان انا بحاول املى حياتي اللي مش مريحه واللي انا مش سعيد بيها، وكمان عشان ما حدش بيتدخل فيها من الكبار. لازم يكون حد كبير بيتابع ولاده، لازم احنا نسال الاولاد. انا عايز اقول لك ان انا بقالي سنين بنبه الاب والام، شوفوا ولادكم بيعملوا ايه، شوفوا ولادكم بيلعبوا ايه. لازم يكون رقيب على اولاده طبعا، كان في دراسه ولا في تليفونات ولا في البيت ولا بيلعب مع اصحابه، لازم اتاكد مين صحابه واعرف اصحابه كويس. لا اكيد. ومين بس كده، وكمان انا اكون حريص وانا بوجه اولادي. حقيقي. لان العنف معاهم هيولد حاله من الانفجار الداخلي. اهو الانفجار ده بيطلع فين بقى؟
بيطلع في انواع الالعاب الشاذه اللي من النوع ده. علشان كده كان من المفترض ان العالم كله لازم يجتمع على وجهه نظر واحده هي منع هذه الالعاب. هو بالزبط. ان يبقى في حجب ليها، واحنا هنا في مصر عندنا اللعبه ظاهره قدامنا على الشاشه ازاي بتتلعب؟ ده الرسمه اللي احنا بنتكلم عليها وده اللي هو بيلعبه واللي بيتحكم بعد كده في توجهاته. بالظبط. واللي بيحط اللعبه بيبقى ده التاثير بتاعه المباشر، وبالذات على سن محدد اللي هو بتبقى خبراته قليله وبتبقى مشاكله النفسيه محدش بيكتشفها الا متاخر للاسف. يا دكتور ده اللعبه دي مستعده انها تتلعب في اي لحظه، يعني اول لما بيحطوا قلمين ويقولوا تشارلي اسم تشارلي اللعبه القلم بيتحرك وابتدي تشارلي ده بيظهر، يعني مسموح لاي طفل ان لو شافها على التليفون او سمعها في اي برنامج يلعبها. ده مضره جدا، مفيش الكلام ده. سهوله انك تلعبي بيها هو ده اللي مخليها تنتشر. بالظبط. وفي نفس الوقت برضه محدش اتدخل ومحدش سأل ايه اللعبه اللي انتوا بتلعبوها. انا شايف ان ده هيبقى المهمه اللي جايه بعد مهمه الدوله او قبلها كمان، هي الاب والام في البيت. ده حقيقي. لازم يبقى فيه نوع من الرقابه الشديده، والمدارس لازم كمان المدرسين ينبهوا ويحذروا الاولاد من اول حصه يدخلوا فيها ويقولوا اللعبه دي ايه الاضرار بتاعتها. للاسف المفروض كل مدرس اول ما يبدا اليوم الدراسي بتاعه ينبه كده على الاطفال، كمان من وقت الطابور المدير يقول الكلام ده كل يوم للاطفال. أيوة كوعي ليهم. دي مهمتنا. ده حقيقي. طيب قول لي بقى يا دكتور. نعم. حالة الأطفال اللي شافوا الموقف ده أو مروا بيه، إيه الحالة النفسية بقى؟ طبعًا الحالة النفسية بتاعتهم دلوقتي فيها خوف ورعب وأحلام وحشة وحاجات كتير قوي لأن ده سن أطفال صغير. يعني مفيش وعي للكلام ده. إيه بقى الحاجات اللي هم يعملوها أو يقولوها أو للسادة المشاهدين أولياء الأمور ينصحوا بيها أطفالهم يهدوا الحالة النفسية اللي حصلت للأطفال اللي لعبوا واللي حصل ليهم حضروا الحادثة؟ يعني أنا عايز أقول لك حاجة. اتفضل. إنه طالما الطفل مش مشغول بحاجة لها قيمة بتصرف الطاقة اللي عنده إحنا لازم نخاف عليه. أنا دايما أنبه الأب والأم أن الرياضة مهمة جدا جدا، والنوادي والساحات الشعبية. يا ستي لو أنا ما عنديش إمكانية أدخل ابني نادي، في ساحة شعبية في المحافظات، في نوادي شعبية متواجدة، لازم يبقى في مدرب عامل زي الأب. أنمي فيه لعبة رياضية يلعبها، مثلا كورة، سباحة، أي حاجة تشغل عقل الطفل أو ما يطلعش الطاقة دي في كلام فاضي. أيوه برافو. وحتى كمان اخلاقيا هيبقى كويس. صح. لانه هيكون متجنب الاطفال اللي بينزل يلعب معاهم في الشارع، فكده هيبقى بيلعب قدامك. لو مش مع مدرب هيلعب في ساحه زي ما قاله الدكتور، وليكن كوره لو ولد، ولو بنت كوره سله، اي حاجه. لعبه، لكن لما يبقى في مدرب ويتحكم في مواعيد الطفل ويقول له لازم تيجي التدريب ويتخانق مع ولية الأمر أو الأب إن هو ما جابش ابنه، هيبقى في التزام. أنا مش عايز اللعب يبقى عشوائي، أنا عايزه يلعب لعب منظم علشان يبقى كأنه في مدرسة تانية. وإحنا بنتكلم عن اللعب العشوائي يا دكتور، ده بديل للي مش مقتدر إنه يودي مدرب ونادي وكلام ده. وماله، بس في ساحات شعبية متواجدة. تمام. والقوات المسلحة عاملة نوادي، ليه ما نطلبش من القوات المسلحه الفتره اللي جايه الجزئيه دي؟ افتحوا النوادي بتاعتكم مجانا للاطفال، اعملوا ساعات محدده ليها. هنطلب ده، وهيكون المرحله الجايه بقى ان شاء الله في 2023 بقى لازم نتدخل فيها يا فندم. هنتدخل فيها ان شاء الله وهنتكلم فيها. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. ما قلتليش يا دكتور. نعم. طيب ده كمان احنا اتكلمنا عن الحاله النفسيه للطفل والوعي من اولياء الامور. طيب احنا ننصح الطفل بقى يبعد ازاي عن صحابه اللي بيلعبوا اللعبة دي او بيعملوا اي حاجة مش كويسة؟ ازاي نقول لولي الامر يخلي باله من ابنه في المدرسة او بره البيت، درس او لعبة رياضية، او للطفل نفسه نوعي الطفل ازاي؟ لان الطفل اوقات مش بيستجيب من مامته او باباه. طفل بينزل المدرسة حاضر هعمل ده، واول ما ينزل المدرسة ويحضر مع زمايله خلاص. طفل عقل طفل.
لازم يعمل زيهم يلعب معاهم. ايه النصيحة اللي نقدمها للطفل مش أولياء الأمور خالص؟ إن الأب والأم يعملوا بديل للعبة، ما آمن ومش خطر يلعبوا مع أولادهم. الأب والأم لازم يحل محل أصحابه، لازم كنا زمان كان الأب مثلا يلعب مع ابنه وهو لسه سنه صغير، يلعب معاه لعبة الشطرنج، اللعبة اللي بتشغل تفكيره اللي بتخليه بقى أفضل مع الوقت، حتى لو الأب ما بيوجدش اللعبة بس بيشغل تفكير ابنه وبيبني شخصيته. الحكمة اللي بتقولك ابن ابنك وما تبنيش لابنك، لما بتبني ابنك بطريقة صحيحة سواء دينيا أو ثقافيا أو حتى علميا كمان بيبقى عنده استعداد يقوم نفسه بنفسه. لكن ما تسيبيش الولد لتجارب الشارع، لنصايح أصحابه، لنصايح ناس ما نعرفش هم مين. ده أنا عايز أقولك إن السوشيال ميديا في حد ذاتها وبدون اللعبة دي بتمثل خطر على الأولاد، لأنها ممكن تديهم أفكار غير صحيحة. أي والله يا دكتور، مش على الأطفال بس، كمان على أولياء الأمور. السوشيال ميديا عاد في كل بيت مصري، وكل ما الولاد بيكبروا كل ما مشاكلهم بتكتر. ده حقيقي. عشان كده لازم نتابعهم خطوة خطوة ونسألهم انتوا ايه اللي شغلكم، ايه اللي في دماغكم، انتوا بتفكروا في ايه. يعني نكبر ابنك خويه، أصاحب طبعا. ابني بس من صغره، مش استنى لما يكبر وبعدين أصاحبه، عشان أطلعه بني آدم سوي. ده حقيقي. ونمي فيه فكرة كويسة، عايز تكون حاجة لازم تسعى علشان توصل لها. عايز أقول لك إنه عودة القراية للبيوت مهم جدا، ودي دعوة من البرنامج بتاع حضرتك كنوز مصرية للناس وللبيوت. ابدأوا اعملوا مكتبة زي زمان، علموا أولادكم القراية، خلوهم في فترة الصيف بدل ما يضيعوا وقتهم في كلام ملوش قيمة يشوف الأب وهو قاعد بيقرأ كتاب ويحكي حكايته لابنه من سن مبكرة. الولد بيطلع مثقف ودماغه كبيرة، فيقدر بعد كده يهمش الألعاب اللي من النوع ده. الحاجات دي تافهة وعايزة حد فاضي، فالطفل ده أو الشاب ده لما يبقى فاضي بيشغل دماغه بالتفاهات، لكن لما أنا بكبر دماغه وبعلي من شخصيته هو بيستهين بالنوعية دي من الألعاب. ده حقيقي، ده حقيقي يا دكتور. أنا كمان ما بتكلمش عن لعبة تشارلي لوحدها، أنا اللي مضايقني الأطفال اللي بتكون موجودة أو متواجدة أثناء اللعبة عندهم حالة ذعر رهيب، خوف ورهبة من دخولهم تاني المدرسة. طبعا أنا هشوف تشارلي، أنا هختفي زي زميلتي اللي حصل فيها، فده عندها حالة نفسية. يعني البنت اللي كلمتنا ملك دي من وقت اللي حصل ما بتروحش المدرسة، بتقوم مامتها بتقول بتحلم أحلام وحشة قوي بالليل وتعيط ومرعوبة. طب الطفلة دي ولا بتشوف موبايل ولا لعبتها، بس حصل قدامها إيه الموقف؟ ما هو ده اللي يثبت لك حاجة، إنه كمان إحنا ما تدخلناش في الوقت المناسب، إحنا سيبنا الموضوع لما بقى مستفحل بهذا الشكل. المشكلة إن المدرسين كانوا سلبيين. المدارس ما بتعملش كنترول على الولاد ولا لا 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 بتنبه. كنترول إيه؟ هم أصلاً هم عايزين كنترول للدروس الخصوصية بس. أيوة كده، هم عايزين كنترول للدروس الخصوصية، إزاي لميت كام طفل وأشوف أنا جمعت قد إيه فلوس آخر الشهر وبس كده، لكن يخلي باله من الأطفال مفيش الكلام ده. لكن الجانب المادي عندما يحكم أي مجتمع ويسيطر عليه القيم بتنخفض قيمتها، انتهت القيم والمبادئ. بالظبط كده، انتهت القيم والمبادئ، لها بديل مادي عند الناس. طبعا. لكن الاخلاق وتوجهاتك مع اولادك وازاي تخليهم بني ادم كويس وصحيح، ده مهمه ما هياش سهله. عشان كده دايما اقول لك ان البيوت الناضجه واللي عندها قيم واخلاق ما بتظهرش فيها الحاجات دي، بالعكس ده بيبقى على طول في حوار ما بين الام وبناتها والاب واولاده. يا دكتور، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. أيوة في طفل، في اطفال عندهم قيم ومبادئ وعارفين الغلط من الصح وعارفين كل حاجه وما تكلموش وما بيلعبوش، بس بيحصل قدامهم الموقف ده، بيتحطوا في الموقف ده. بالظبط كده، ما ده اللي انا بتكلم فيه. ما هي مش كل الاطفال زي بعض، ومش كل الاطفال بتنزل الشارع، ومش كل الاطفال بتمسك موبايلات، بس في اطفال بتتحط في الموقف ده غصب عنها. ما هو حتى لو غصب عنها لازم يبقى في رقابه،
رقابه مجتمعيه شديده الاهميه في الحاله اللي زي دي حضرتك. لازم رقابه المدرسه والبيت دي مساله ما فيش ليها اي خلاف عن اهميتها. ولازم كمان الخطاب الديني اللي هو كل يوم جمعه كده على المنبر يتحدث فيه شيخ الجامع ويقول يا جماعه ونبه للالعاب دي، خدوا بالكم من ولادكم، خدوا بالكم من مستقبلهم. انا ما سمعت الشيخ اتكلم عن لعبه تشارلي ولا الحوت الازرق ولا الالعاب اللي حصلت قبل كده ولا اللي اتقالت دلوقتي. ما فيش شيخ وما فيش دكتور وما فيش مدرس، ما فيش حد وعى الاطفال. هم كل اللي بيتكلموه حاجات بسيطة، يا جماعة لعبة تشارلي دي سحر، وما شوفش طفل جايب تليفون في المدرسة أيام أثناء اليوم الدراسي ليه يكون معاه تليفون تاتش، يكون معاه تليفون صغير، ده كل اللي بيقولوه. لكن انه يوعوا الأطفال ويوعوا أولياء الأمور ويتكلموا في الموضوع ده ويخوفوا الأطفال، بلاش يوعوهم. في أطفال كده ما بتجيش إلا إنها تخاف وتكش فيها، ما فيش الكلام ده بيحصل. لا، وكمان دي دعوة بقى مني ومن حضرتك انه الاماكن اللي فيها ناس متخصصة في مجال الالعاب الالكترونية واللي بتفهم في الكلام ده تعمل لعبة تبقى مطابقة للعبة دي، بس تكون لعبة بناءة صالحة للاطفال، ونبتدي نستخدمها وبكثافة. لكن احنا نحارب ايه؟ نحارب الفكر الشاذ بالقيم، واننا نحارب النوعيه دي من الالعاب بالعاب بناءه. فتلعبي نفس اللعبه بس باسلوب تاني، اتعبوا شويه يا جماعه في المجتمع عشان تحموا اولادكم. والله يا دكتور اتمنى من الساده المشاهدين والاطفال اللي تكون سمعانا تستجيب للكلام ده ويبعدوا عن لعبه تشارلي واي العاب بتنزل على الموبايلات. أيوة، بشكر طبعا حضرتك يا دكتور على المداخله. كل سنة وحضرتك طيب، واتمنى تكون سنة سعيدة عليك وعلى أسرتك. طيب يا جماعة بلاش لعبة تشارلي، نخلي بالنا من أطفالنا، نوعيهم، ننصحهم، نشوف أصدقائهم، نتكلم مع مدرسينهم من وقت للتاني، نتابع كل حاجة، لأن دول ولادنا ثمرة الدنيا. سنة 22 خلاص باقي فيها أيام، أتمنى سنة 23 تكون سنة سعيدة على أمة محمد، ونشوف أو نختار أصدقائنا وأصحابنا والناس اللي إحنا نمشي ونتعامل معاهم وكمان أطفالنا. ما يغيرش منك غير الناقص، ولا يحسدك إلا الفاشل، ولا يجيب في سيرتك إلا قليل الأصل، ولا يحاول يقلدك إلا اللي كان عايز يبقى زيك ومعرفش. من هنا تكون خلصت حلقتي، أشوفكم في حلقة جديدة وضيف جديد ومعلومة جديدة مع دينا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.